خليني أروح معاكم إلى تنمية المشروعات. يعني الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بزيارة محافظة دمياط، واجتمع فيها مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وخلال اللقاء تم توقيع خطاب ارتباط بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط يقدم من خلاله الجهاز تمويلا قدره 50 مليون جنيه لمشروعات الأثاث والموبيليا والصناعات التكميلية. مزيد من التفاصيل عبر الهاتف دكتور محمد عبد الملك. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. دكتور محمد، يعني يمكن بنتكلم عن دمياط وعن يعني هذا الخطاب وهذا الاتفاق، كلمنا عنه أكثر تفضل. يعني يمكن البرنامج التمويلي اللي احنا وقعنا خطاب الارتباط الخاص بيه امبارح اسمه تدوم دمياط مع جهاز تنمية المشروعات. يمكن من الاسم يبان الإشارة اللي ورا الاسم ان الدولة المصرية مصرة على ان دمياط تفضل قلعة الأساس، صناعة الأساس والموبيليا في مصر. عشان كده احنا وقعنا خطاب الارتباط مع محافظة دمياط، وده في اطار توجه جديد للجهاز نحو التركيز على المزايا التنافسيه للمحافظات المختلفه ومنها دمياط طبعا. اهتمامنا الاساسي بالقطاع الصناعي والزراعي، وفي دمياط تركيزنا على القطاع الصناعي. عشان كده وقعنا هذا الخطاب عشان نوفر تمويل قدره 50 مليون جنيه لاصحاب المشروعات الخاصه بصناعه الاساس بكل الانشطه المرتبطه بها وكل الانشطه المكمله لصناعه الاساس. من خلال هذا الخطاب بنتيح تمويل ميسر بسعر فائده مدعم لشراء الالات والمعدات للمشروعات اللي موجوده في دمياط او الراغبين في اقامه مشروعات جديده في مجال صناعه الاساس والموبيليا، وكمان تمويل راس المال العامل بفترات سداد مناسبه تصل لخمس سنوات. مستهدفين ان احنا في الفتره اللي جايه نمول 125 مصنع في دمياط عشان ننعش صناعه الاساس والموبيليا في البلد اللي احنا بنسميها دايما قلعه صناعه الاساس في جمهوريه مصر العربيه. اكيد كمان بنتيح فرصه التقدم لهذا التمويل خلال هذا البرنامج سواء في فروع الجهاز او في المحافظه او في الغرفه التجاريه في دمياط، وكمان في مدينه الاساس مدينه دمياط للاساس. الجميل الحقيقه اللي انا بحس بيه دايما في دمياط ان احنا دايما بنقول يعني هي من اهم المحافظات اللي ما فيهاش نسبه بطاله، لان كميه المشروعات المتاحه وكميه العماله وكميه الـ 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 الحاله الصناعيه اللي موجوده الحقيقه حاجه تفرح. وانا ببقى سعيده لما يكون فيها تنميه لمشروعات كتير مختلفه. فكلمني برضو عن يعني هذه الحاله، حاله العمل الدؤوب اللي موجود دايما في المحافظه. من اهم المزايا اللي بتميز دمياط بشكل عام ان هي فيها صناعات كتير، مش صناعه اساس بس على فكره طبعا. يعني دمياط بتشتهر بصناعه الاساس بشكل اساسي، عندهم صناعات غذائيه والبان وجبن بشكل رائع، عندهم أكيد. كمان صناعه الحلويات، عندهم مجموعه صناعات متميزه وكبيره جدا. عشان كده الجهاز كان متوجه نحو دعم الصناعه هناك على مدار التسع سنين اللي فاتوا دول، قدرنا ان احنا نمول 30,000 مشروع صحيح. في محافظه يعني بهذا الحجم، يعني ضخينا حوالي 805 مليون جنيه في تسع سنوات، وساعدنا بيهم على توفير 64,000 فرصه عمل. يعني ده كله كان من شانه ان احنا فعلا شايفين المحافظه فعلا بكل المقاييس كلها بتشتغل، الشباب والشابات عندهم يعني توجه رهيب ودائم نحو العمل، وده بيشجعنا ان احنا نشتغل معاهم ونتيح لهم كل فرص التشغيل بالتدريب والتمويل والدعم والتسويق. كل الادوات اللي الجهاز بيستخدمها في دعم المشروعات الصغيره بنوفرها داخل محافظه دمياط. واعتقد كمان انه يعني بما انها فيها مشروعات ضخمه وكمان فيها مشروعات صغيره كله بيكمل بعضه. دي ميزه كبيره جدا في دمياط ان هي بتعتمد على سلسله انتاج متكامله، المشروعات الكبيره بتحتاج يعني مواد في مدخلات الانتاج بتعتمد فيها على المشروعات المتوسطه والمشروعات الصغيره، وده دورنا ان احنا ننمي مشروعات صغيره يبقى عندها القدره ان هي تطلع منتجات وسيطه تروح بيها للمشروعات المتوسطه والمشروعات طبعا. الكبيره. يعني تبقى يعني في النهايه تبقى مدينه متكامله، يعني فيها كل حاجه انت ممكن تحتاجها تلاقيها بتكمل بعض، وكمان يبقى في فرصه كمان ان المشروعات الصغيره يبقى عندها نفس اللي هي بيئه العمل الكبيره يعني محتضناها يعني. وهو الحقيقه هو ده دورنا الاساسي واللي احنا شغالين بيه بشكل مستمر، وفي الفتره الجايه كمان هتشهد تطور كبير في تقديم الخدمات في الجهاز في محافظه دمياط وفي كل محافظات مصر طبعا. يعني
طب خلينا برضو نعرف ايه اللي بتقدموه للمستثمرين الصغار، يعني ازاي بتساعدوهم؟ احنا سلسله الخدمات اللي الجهاز بيقدمها للمشروعات الصغيره والراغبين في اقامه مشروعات بتبدا من اول اللي عنده فكره ومش عارف يبدا فيها ازاي، او حتى لو ما كانش عنده فكره. احنا عندنا برامج تدريبيه بنتاحها للشباب اللي نفسه يعمل مشروع ومش عارف يعمل ايه. احنا بنساعده ان هو يولد فكره، سواء يعني من خلال خبرته او دراسته او حتى خبره المحيطين بيه، نقدر نولد فكره او اثنين ونخضعه لبرنامج تدريبي تاني اسمه كيف تبدا مشروعك. بنعلمه في البرنامج التدريبي ده كل ما له علاقه بالمشروع، من دراسه تسويقيه، دراسه فنيه، الدراسه الانتاجيه، الدراسه الماليه، حتى المقومات القانونيه بتاعه المشروع بنعلمه فيها كل ما له علاقه بفكره المشروع، لحد ما يطلع بخطه عمل هو اللي بيعملها بنفسه، تبقى يعني نواه لدراسه جدوى المشروع. ثم نبدا معاه اجراءات يعني تاسيس القانون المشروع. احنا عندنا شباك واحد لتنفيذ قانون 152 بنقدر نساعده فيها على استخراج البطاقه الضريبيه والسجل التجاري ورخصه النشاط، دي هيبقى عنده كده الكيان القانوني للمشروع. ثم نقدم له سلسله بقى خدمات تمويليه، من التمويل بيبدا من 10,000 جنيه لحد 30 مليون جنيه لكل مشروع بفائده كويسه، يعني سعرها مناسب وفترات سداد مناسبه جدا. وبعدين بنساعده بعد كده في سلسله خدمات غير ماليه وتسويقيه طول عمر المشروع. عندنا سلسله خدمات بتبدا من المعارض، سواء المعارض المحليه في المحافظات او المعارض المركزيه في القاهره، وكمان بنطلع بيهم للخارج عشان هدفنا الاسمى في الجهاز هو تصدير المنتجات المصريه الى العالم الخارجي، سواء السوق الافريقيه او السوق العربيه او كمان السوق الاوروبيه. فاحنا هي سلسله خدمات متكامله بتبدا من اول فكره المشروع وتستمر على مدار عمر المشروع. اكيد الحقيقه يعني شيء كده يفتح النفس ويشجع الشباب بان هو اللي عنده فكره، اللي عنده مشروع عايز يبدا، ويبقى كمان الدورات بتخليه يعني يرتب مشروعه ويخلي مشروعه يعني سهل تنفيذه، او ما يبقاش عنده يعني مجازفه في حاجات كتير. يعني نتمنى ان شاء الله انه الدورات دي تساعد الشباب، ويفضل طبعا الجهاز بالتعاون مع محافظه دمياط يقدموا كل الخدمات دي كلها، في النهايه بتصب في اقتصاد مصري، مشروعات صغيرة مشروعات كبيرة وتنمية المشروعات كله في النهاية دائرة واحدة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد الملك، أشكرك شكرا جزيلا.